Rahim welcome to the learning of the Quran surah number 69 verse 12 13 and 14 let's practice inshallah each ayah few times till we learn <laughs> لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه فاذا نفخ في الصور نفخه واحده فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال والجبال فدكتا فدكت دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكت دكة واحدة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحده صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين keep repeating inshallah Assalamu alaikum and follow us next video.